اللي سبوني على الكومنتير قالوا لي شليك ليه خويا خالت انا السانديل مش شليك مبك على حالك خويا حتى بنتوف ما جيتش راك فهم نخدم على روحي روانا نتساوك ماري فات عملت فيديو فرحان خويا نتساوك فهم كيفاه ولعبيه تحوي سيبو فيا بلي ريتو هذيك اخويا الالمانيه هذيك والفرنساويه فهمت كلمتني راه قسما بلي كلمتني فهمت اما اخويا بكي ولا رويحكم صافي فهمت اما ني شليك اخويا مش ليك حتى تشوفوا شنو باش يعملوا كاب اخويا شليك خالك انا شليك بلي عسلامه مرحبا بيك مرحبا بيك انا نخدم على رويحنا زي ما انت والله الحمد لله شنو الامور كل عاد كل عاد سبعة قد ايه تبيعتي رامي 5 ليه وانت اللي كنتي بسبعة ليه عليه بعد تنقص ليه بالله يعني كلكم فرد سومة كنا فرد سومة ثلاثة اصحاب معكم واحدة لان احنا جروب ثمانية ثمانية من ناس وعادي تخدموا بنفس السوم وما تقلقوا كنا نفس السوم انا تقرا انت اي انا ناقر كل كلاس باك سي بيان وانت كملت على فكري اي كيفاه نوتيت نوتيتي ولا نجيب 12 13 باك بلون قد ايه جبت 9 اي كيفاش من بعد 12 13 تنقز انت عمني وجايب 12 13 الباك تطيح باك نطيح هكا ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله يا رب كيما تخش الباك اش تعمل كيما نخش الباك ولا اش باش نعمل انا مانيش ما نحبش انا نحرق الحق تاع رب مانيش كيما لعب اي حتى صاحبك نتاع المره اللي فاتي فضلك يدي مش حكيت معناها فرحوا بيا في الكومنتات فرحوا بيا في الكومنتات ليه بالعكس انا عجبتني الفيديو انا علاش ما نحبش نحرق لحظه بليت السلام عليكم خويا بليك اللي سبوني على الكومنتير قالوا لي شليك ليه خويا خالت انا السانديل مش شليك مبك على حالك خويا حتى بنتوف ما جيتش راك فهم وشناهي الاخرى قالت نخدم على روحي روانا نتساوك ماري فات عملت فيديو فرحان خويا نتساوك فهم كيفاه ولعبيه تحوي سيبو فيا فهمت هكا خويا ما فهمتش عليه صاحبي انا سبوني فهمت صاحبي هكا وشي فهمت هذي يا خويا زميلنا ذي الدنيا والعالم سمادو خويا سمادو سمادو السلام عليكم عسلامة عسلامة مدام والله يحب صحابك ديما يحكيوا عليك خويا كوم احلاهم ميرسي ربي يكسر منهم تعمل في الدنيا شليك انا نخدم راك تشوف بيافتي راميسو ما تقراش لا كملت قرايتي عندي 5 سنين تاع شنو تخرجت تخرجت نيفو دوزيام اني اي حد دوزيام اني ماش حاب نكمل سي بيان شنو تخمم باش تعمل في المستقبل نعملوا مشروع كبير نتاع حلويات تيراميسو باناكوتا فما برشا فازات جديده سي بيان ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي يوفقنا كلمه الختام ربي يخلي لكم امهاتكم الكل احلى ولاد حومتي ناس سمران وماكو سلته وشوشو بالاخص شوشو عالصعب عليهم ان شاء الله بلي ريتو هذيك اخويا الالمانيه هذيك والفرنساويه فهمت كلمتني راه قسما بلي كلمتني فهمت اما اخويا بكي ولا رويحكم صاحبي فهمت اما ني شليك اخويا مش ليك حتى تشوفوا شنو باش يعملوا كاب اخويا شليك خالك انا شليك بلي شليك انا صاحبي